اتشرفنا النهارده بحضور رئيس الجمهوريه عبد الفتاح السيسي. النهارده يوم مش اي يوم، النهارده يوم عيد بالنسبه للقريه كلها، ان رئيس جمهوريه يحضر افتتاح المجاميع المشاريع اللي عندنا، سوري المشاريع الموجوده عندنا، لو هي المجمع الزراعي والمجمع الخدمي وصرف صحي وسوق وموقف، وبجد حاجه جميله جدا في القريه ان يزورها رئيس جمهوريه. النهارده بجد يوم عيد بالنسبه لكل واحد في القريه، محدش ما كانش مصدق اصلا ان رئيس جمهوريه هيزور القريه، وثغرات بقى وفرح، وكل بيت دخله السرور والامن والامان في كل بيت في القريه.